الصين، الدولة التي تقع في شرق آسيا والتي تعد الأكثر سكاناً في العالم بتعداد يتجاوز 1.5 مليار نسمة، والتي يحكمها الحزب الشيوعي الصيني بنظام الحزب الواحد. يوجد بها 22 مقاطعة، منها 5 مناطق ذاتية الحكم، هي بكين العاصمة وشانغهاي وتشونغشينغ وتيانجين. مساحتها الكلية نحو 9.6 مليون كيلو متر مربع. عرفت الصين بحضارتها التي ازدهرت على حوض النهر الأصفر الذي يتدفق من شمال الصين. أما جمهورية الصين الحديثة فقد تأسست في الربع الأول من القرن 20 بعد الحرب الأهلية. تعرف الصين بالكثير من الغرائب والعجائب النادرة، سواء على مستوى العادات والتقاليد أو على مستوى المباني أو العلامات التاريخية بالدولة أو حتى التضاريس الطبيعية التي حباها الله بها. من ضمن ذلك كله نستعرض عددا من الغرائب التي لا تعرفها عن دولة الصين. غرائب الطرق بالصين. تضم الصين عددا من الطرق الوعرة والخطيرة، أغربها طريق التايبت، وهو الطريق السريع الذي يربط بين التايبت وسيتشوان. سجل الطريق 7600 حالة وفاة لكل 100,000 سائق على الطريق بسبب الانهيارات الصخرية والأرضية الطبيعية للمكان. وهو طريق محفور وسط الجبال متعرج الشكل، يخاف الجميع أن يعبر من عليه من فرط خطورة المنطقة المتواجد بها، إضافة إلى أن منطقة التايبت تشهد أزمات عديدة لقربه في الحدود مع إقليم كشمير ونيبال والهند وبورما. كما يوجد أيضا نفق الجوليانغ، وهو عبارة عن نفق محفور جانب جبل في الصين، وقد تم عمل تجويف لهذا النفق بواسطة البدو السكان المحليين لهذه البلدة بسبب عزلتهم عن العالم قديما. ولخطورة هذا النفق لا يمر به أي من وسائل النقل وحتى حيوانات المنطقة. أغرب الأكلات الصينية المشهورة. الصين مشهورة بأكل الحشرات والزواحف وبعض الأكلات العجيبة الأخرى، ويعتبر طبق العناكب المقلية من ضمن تلك الأكلات التي تقدم بأسعار خرافية في المطاعم، فهو من الأطباق الرئيسية التي تعتمد على الحشرات. أما الطبق الأكثر غرابة فهو طبق عيون سمك التونة الذي يتم إعداده في كبرى المطاعم الصينية مع إضافة التوابل والبهارات إليه. وهناك أكلة أخرى تسمى مصاصات الغذاء، وهي عبارة عن جنادب وخنافس مطحونة مع الدقيق والشوفان، ويتم وضعها في قالب مربع وتزين وتقدم في كبرى المطاعم. وقد بدأت الصين تأخذ شيئا من الثقافة اليابانية، فانتقل إليها حديثا الثعبان المشوي مع خلطة الشوفان اليابانية. تنفس الهواء الملوث في بكين. هل علمت أن ما يتم ترويجه حول سور الصين العظيم بأنه مرئي من الفضاء هو أمر خاطئ، وأن الشيء المرئي حقا من الفضاء هو هواء الصين الملوث؟ إن التلوث في الصين بلغ نسبة كبيرة جدا، حتى إنه يدفع السكان إلى ارتداء الأقنعة الطبية طوال الوقت. أكثر من 35 مليون شخص لا يزالون يعيشون في الكهوف. الكثيرون في الصين وخاصة سكان الضواحي يعيشون في الكهوف، ومعظمهم يرتكزون في إقليم تشانكسي، وتسمى هذه الكهوف بالصينية ياودونغ. وفي بلد تكتسح بضائعه العالم بأسره ويحقق اقتصاده سنويا مستويات نمو مذهلة، سيكون مفاجأة لك أن تعرف أن حوالي 162 مليون صيني يعيشون تحت خط الفقر العالمي، وأكثر من 900 مليون صيني يعيشون بأقل من 5 دولارات يومياً. الشمس تشرق متأخرة. كما نعلم جميعاً أن العالم مقسم لمناطق زمنية بحسب خطوط الطول، وبالتالي يمكن أن تظهر في دولة واحدة أكثر من منطقة زمنية، خاصة في الدول كبيرة المساحة. لكن الصين في القرن الماضي قام بتوحيد التوقيت المحلي وجعلته موافقة لتوقيت العاصمة بكين. المشكلة هنا أن هذا الأمر قد أدى إلى وجود مناطق في الصين تشرق فيها الشمس في 10 صباحا في الشتاء،
أما في الصيف فلا يفترض بك أن تندهش مطلقا من رؤية الناس تستمتع بمنظر الغروب في 12 ليلا. أكبر دولة في العالم من حيث القوى العاملة. بلغ عدد القوى العاملة في الصين حوالي 800 مليون عامل حسب تقرير البنك الدولي، مما يجعلها الأولى على مستوى العالم، متقدمة على الهند التي أتت ثانيا بعدد عمال يبلغ 487 مليون عامل. أطول خطوط سكك حديد في العالم. يبلغ طول سكك الحديد الصينية حوالي 93 ألف كيلومتر، بينما يبلغ محيط الأرض حوالي 40 ألف كيلومتر. كما يوجد في الصين أطول خط للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم، حيث يربط بين العاصمة بكين وبين كوانغتشو عاصمة مقاطعة كونغتينغ جنوب البلاد، حيث يقطع القطار مسافة تقارب 2300 كيلومترا في 8 ساعات فقط. مدينة الجوارب في الصين. تنتج مدينة داتانغ في شمال الصين 8 بلايين جوربا سنويا، وتكفي هذه الكمية سكان الأرض جميعا وتزيد. أكبر دول العالم في عدد البليونيرات. للمرة الأولى في التاريخ تجاوزت الصين الولايات المتحدة في عدد البليونيرات، حيث بلغ عددهم 596 بليونيرا مقابل 537 بليونير في الولايات المتحدة. جاء ذلك في تقرير نشر على موقع IBT المتخصص في أخبار المال والأعمال. الصين أكبر مصدري ومستوردي الأرز في العالم. رغم أن الصين أنتجت حوالي 141 مليون طن من الأرز في عام 2014، مما جعلها أكبر منتجي ومصدري الأرز، إلا أنها تعتبر أكبر مستورد للأرز في العالم، ويرجع هذا إلى تكلفة الأيدي العاملة وتكاليف التنظيف والتجهيز الباهظة. الإسلام والمسيحية. عندما نتكلم عن الدين في الصين، قد يكون آخر ما يخطر في بالك ديانات كالمسيحية والإسلام، إلا أن الحقيقة مغايرة تماما لتصوراتك. في الصين يوجد حوالي 54 مليون مسيحي، أي أكثر من مسيحي إيطاليا. وفي تقرير أعدته قناة بونديوز الإنجليزية المتخصصة في شؤون الصين، أكد أن تعداد المسلمين في الصين وحدها تجاوز 100 مليون نسمة، ليصل إلى حوالي 130 مليون، وهو ما يعدل 10% من جملة سكانها، بينما يشير موقع مسلم بوبليوشن إلى وصول تعداد مسلمي دولة الهند وفق آخر إحصائياته إلى 255 مليون نسمة، وهي نسبة تعادل 20% من تعداد سكان الدولة الأصلي، لتكون بذلك أكبر دولة في العالم من حيث عدد سكانها المسلمين، بينما تحتل إندونيسيا المركز الثاني بحوالي 218 مليون مسلم. وفي المركز الثالث تأتي باكستان ب 183 مليون مسلم، وبعدها بنغلاديش ب 155 مليون، وتليهم الصين. ووفق هذه الإحصائيات السابقة، تشير التقارير إلى أن عدد المسلمين في الصين والهند فقط يعد أكثر من عدد سكان الولايات المتحدة كلها، والتي يبلغ تعداد سكانها 318 مليون نسمة. وفي نفس الوقت يحتل مسلم الصين والهند وإندونيسيا ما يعادل 50% من جملة المسلمين في قارة آسيا كلها، وحوالي 25% من جملة مسلم العالم. نرجو منكم محبي ومشجعي قناة المجلة نشر فيديوهاتها بعمل شير للفيديوهات التي تحوز إعجابكم، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، تشجيعا منكم على دوام استمرارنا بإذن الله تعالى. لكم منا كل التحية والاحترام، فريق عمل قناة المجلة.